أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يتردد في الآونة الأخيرة مصطلح علماء الصحوة، وعند السؤال عنهم يذكر بعض الفضلاء دون ذكر كبار العلماء المعتبرين، فما مدى صحة هذه الكلمة؟ أولا الصحوة، ما معنى الصحوة؟ يعني معناه أن المسلمين غافلين كل هالمدة تواتج الصحوة؟ لا، هذا تعبير خاطئ. المسلمون ولله الحمد لا يزالون فيهم من هو على صحوة من دينه وعلى عمل صالح، ما ينقطع الخير. فقولهم الصحوة، الكلمة هذه تحتها ما تحتها، لأن معناها أن المسلمين كانوا غافلين ونائمين عن دينهم ومقصرين حتى جاء هؤلاء، فهذا تزكية لأنفسهم وتنقص لغيرهم، فهذه اللفظة لا يناسب أن تقال. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. أما كونهم يذكرون أحبابهم اللي يريدون ولا يذكرون الذين لا يحبونهم، هذا اتبع الهوى، هذا هوى، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. نعم.